السلام عليكم ورحمة الله. من البلد القديمة في ستوكهولم، أجواء جميلة جدا جدا. اليوم الجو رائع في البلد القديمة في ستوكهولم، أجواء صيف جميلة. والدول العربية الله يعينهم، الأجواء نار. قبل شوي كنت أحكي مع الأهل، درجات الحرارة 36-38. إحنا سبحان الله يعني الأجواء الحلوة أنا بشوفها بين 20-30، بعد 30 حلوة عند البحر بس مش بالمدن، بعد 30 سبحان الله بصير الوضع ضغط ورطوبة، أحيانا بصير الواحد مش قادر يتنفس. لكن درجة الحرارة بين 20-30 أنا بشوفها كتير كتير درجة حرارة رائعة، مناسبة للتجوال للطلعات للرحلات. لكن إذا زادت الحرارة، أتذكر لما كنت بالأردن طلعت رحلة إلى جرش، والله يا إخوان الكرام من كثر الحرارة شعرت الشمس فوق راسي. فكثرة الحرارة سبحان الله كل شيء بالحياة كثرته بتصبح تأثيرها تأثير عكسي. فإحنا نشكر الله على كل حال. إحنا هلا في جملستان البلد القديمة، هاي هذول مش عارف من الصين ولا من اليابان، تعرفوا قاعدين يوغا وما يوغا. إحنا الحمد لله عنا موضوع الصلاة، بس الصلاة بدها خشوع. هاي نعسانة، شكلها نعسانة على خير مش نايمة، هي نعسانة ولا بتعمل حركات الله أعلم. ف enjoy in life، استمتع في حياتك. شوف الأطفال كيف، إحنا صغار هيك كنا نكيف على المي نلعب هيك. فهمت؟ سوري. هنكمل جولتنا وإن شاء الله بعدين نروح لموضوع المظاهرة. وحاب أحكي يا أخوان الكرام كمان شغلة عن مواضيع المظاهرات. أنا كنت قاعد بحكي قبل شوي إنه الأجانب أو الدول الأجنبية لاحظت إنه الاعتصام مفيد أكثر من المظاهرات. يعني لاحظنا قبل فترة جماعة بالمطار قرروا يعتصموا، يعني لسه ما اعتصموا على أساس إنه عندهم مطالب، وقبل ما يتم الاعتصام تم الاتفاق. فإحنا مشكلتنا صعب إنه للأسف ننفذ عملية اعتصامات، لأنه أو إنه نوقف عن العمل للأسف صعب إنه إحنا نتفق. هذا موضوع التوقف عن العمل في تأثير على اقتصاد البلد، وهو هذا اللي بيجيب فائدة إنا بمطالبنا. لكن المظاهرات ممكن تصير المظاهرة ساعتين ثلاثة أربعة، ومرات بيصير فيها أعمال شغب، وممكن تتحول المظاهرة من فائدة إلى مضرة. نادراً ما سمعت في حياتي إنه هنالك مظاهرات جابت فائدة، لكن الاعتصامات والتوقف عن العمل، كثير من القرارات للشركات العالمية ودول تغيرت بسبب إنه اعتصامات بهذه الطريقة، ترك العمل من مجموعة من الأشخاص في شركات معينة، شركة مرسيدس، شركة، يعني على سبيل المثال بحكي. فبشوف انه هذه من الحلول الافضل من المظاهرات. يعني كم مظاهرة صارت على موضوع الهجرة واللجوء ولم الشمل، لكن تأثيرها ما كان هالتأثير الفعال، بل بالعكس زادت القرارات صعوبة. انتوا شو رأيكم؟ شو نعمل من حلول عشان قضايا الاطفال والسوسيال والهجرة واللجوء؟ هاي الاجواء جميلة في البلد القديمة. نترككم مع الصورة. شو رأيك بريطانيا؟ ذا استقرار بكل صراحة. والله بريطانيا كويسة، بس إذا الوضع والواحد هنا مستقر شغله منيح ترجع لوضع الشخص. يعني أنت كيف وضعك في السويد؟ إذا وضعك سيء لا، الأفضل أنك تنتقل. إذا وضعك جيد بتصير تروح سياحة. فحسب، إذا شغلك مأمن أمورك تمام ما عندك مشاكل بالأولاد ساكن بمدينة حلوة ميزات الشغل كويسة بالسويد،
بنصح كاش يتغير، لأن التغيير مشكلة بريطانيا. أنا من الأشياء اللي السلبيات موضوع البيوت شوي مزعج. البيوت أولا غلاء كثير، ثانيا البيوت قديمة أكثرها نسبة كبيرة منها، إذا بدك تسكن ببيت جديد غالي جدا جدا، وخصوصا بلندن يا رجال. حتى نيويورك، نيويورك نادرا ما تلاقي بيت فيه غسالة، يعني على مستوى الغسيل يا إخوان الكرام، بدك تروح تغسل أوعيك برات البيت. في أكثر البيوت طبعا مش ببريطانيا، بريطانيا فيه هيك وهيك، في كتير ناس بتغسل. يعني الحمد لله احنا مثلا هلا أنا عايش في بيت الحمد لله، غسالتك عندك، نشافتك عندك، البيوت هون نوعا ما أنظف. فحسب أنت شو وضعك، أنا ما بقدر أقول لك أنت قاعد بريطانيا وممكن وضعك أحسن من وضعي. روح سياحة، روح زيارة، دائما أنا بحكي للشخص روح سياحة، روح زيارة، شوف البلد، لا تتبع بس كلام، كلام غير عن الفعل. روح سياحة يا أخي، كلها رخيصة التذكرة، 1000 كرون، 500 كرون، مرات بتوصل 300 و400 كرون. روح شوف البلد، إذا أنت شايف أنه حياتك في خطر من ناحية الأولاد أو عندك مشاكل مع سوسيال مع قصة، روح شوف الوضع نفسك أحسن من الكلام، مهما أحكي لك أنا غير. فروح شوف الوضع بنفسك، شوف البلد. إذا الشخص عنده إقامة دائمة ممكن يروح سياحة لبريطانيا، لا سياحة بدك فيزا. اللي بده يروح سياحة على بريطانيا معه إقامة بده فيزا لبريطانيا. فاللي ما عنده جنسية سويدية أو أوروبية الأغلب بده فيزا، لازم يكون معك جنسية عشان تروح على بريطانيا. احنا ستوكهولم السويد، ستوكهولم البلد القديمة بالسويد. احنا بالبلد القديمة اولد تاون قملصتان، ما شاء الله وحركة ناس عالم امم. هاي اللي بدوروا على الناس جماعة، اللي بيقول لك فيش ناس بالسويد، هاي الناس هاي العالم. انا مش قادر امشي بكثر الناس. ميل على مطعم جيروسلم. هلا هلا حبيبي، اه والله صاحبنا في مطعم جيروسلم، والله لازم نسلم على الشباب، من زمان ما رحنا عندهم. والله شباب محترمين، هنا في مطعم شباب من عندنا من الأردن، مطعم جيروسلم القدس. هلا بنفرجيكم اياه، والله من زمان ما رحنا عندهم. والله شاب محترم ان شاء الله، ما شاء الله اليوم قملستان فل فل. طلع طلع وقع التلفون. نعم خبرونا اصبعي مبين شيء. التلفون التريتون برو ماكس شوي طويل، مرات وانا بعمل بث يبين اصبعي هيك من تحت بالزاويه في البث. خلينا ندخل من الدخله هاي نفرجيكم الجهه هذيك، نروح على الجهه هذيك ولا من هون. طبعا في جهه ثانيه، في جهتين بس نفرجيكم الدخلات والممرات اللي هون، المطاعم. احنا في البلد القديمه في ستوكهولم. خلنا ناخذكم لفة جولة حول الدولة، جولة حول الدولة. هاي العوعو نايم، لا تزعجوا العوعو. فيزا لبريطانيا، والله حسب وضعك. أنا والله ما جرأ، أنا فيزت لبريطانيا من السعودية زمان، في شروط لها وفي مقابلة انترفيو، بس عشان بأوروبا ما بعرف كيف طريقتها. I love the gear. غني هون. I love the gear. Wake up in the morning. Nothing is good. Nothing is bad. Very good. هاي.
كلوز يور ايز. ايضا حكينا فيها نفرجك اياها عن قريب. ما شاء الله قد في ناس. انا اخذكم على جورة سليم. كل ابوك البوزة هون، هون جماعة البوزة. هلا احنا لفينا اللفة الثانية، هنشوف ما قلنا نيجي من جهة ثانية. الله مش مشكلة، حصل خير. بس طمنوني على الصوت والصورة واضحين، طمنوني على الصوت والصورة، اكتبونا بالتعليقات ودعمونا البث، وصلوا لأكبر عدد ممكن. نحاول يعني نستغل يوم العطلة نعملكم بث مباشر، نتمشى نغير جو، نحكي في نقاط مهمة. في نقطة أخرى حاب أحكي فيها إخوان الكرام، إنه للأسف بعض إخواننا العرب بيحاول يعمم. يعني هلأ في السويد زي ما بنعرف إنه صار في حرق قرآن وصارت في مشاكل الأطفال، فهو للأسف بعض الناس بيعيش بعقلية التعميم، هذول جماعة الأبيض والأسود، هاي من أخطاء التفكير. فبعمم، بصير يقول لك كل السويد كل السويد كل السويد. انت بالطريقة هاي للأسف قاعد بتقضي على أحلامك وعلى حياتك في هاي البلد إذا انت بدك تضلك عايش فيها. فانت راح تصير تشوف السويد دولة غير جيدة للحياة، لأنه انت خلاص عممت، خلاص عندك حرق القرآن وعندك الأشياء الأخرى، فكرهت حياتك في هاي البلد، ما راح تقدر تعيش حياة سعيدة فيها مهما يكون، لأنه عممت على القصة اللي صارت. لكن مش كل الناس زي بعض، مو كل الناس. شوف صاحبنا هون ولا لا، بس نسلم عليه، يمكن مشغول. هاي موجود، خلاص بعدين نرجع له، مشغول قاعد بسوي فلافل وملافل. بس هاي المطعم، يلا هلا مشغول. هذا هو مطعم القدس. نرجع له بوقت آخر، مشغول عنده ناس وعنده عالم. ندخل بالكاميرا هيك يمكن يتفاجأ. مرة ثانية هنكمل مشوارنا. قملصان العودة، العودة إلى قملصان. والله مشغول وعنده ناس كتير وعالم. خلاص مرة ثانية بنرجع له هيك ونسلم عليه، نكمل جولتنا للسنترال. فحاب أحكي النقطة الثانية، إنه بعض حتى غير العرب اللي عايشين أو عرب اللي عايشين خارج السويد قاعدين كمان بنشروا فكرة للأسف بتخلي الناس تكره يعني وجودنا في هاي البلد. يعني في ناس مضطرة يا أخوان الكرام، مو كل الناس قادرة تترك السويد. ففي ناس قاعدة خلص قاعدة بتنشر فكرة إنه عن البلد، إنه كلها ظالمة وكلها غير جيدة وكلها ما في. يعني اللي حرق القرآن هذول الجماعة أوكي، واللي مؤيدين لهم إحنا ضد هاي الأفعال، بس مش معناه التعميم. التعميم ما رح يخلينا نقدر نستمر، ولا رح نعرف نشتغل، ولا رح نعرف نربي أولادنا. رح نربي أولادنا على فكرة الظلم والقهر. طب ما إحنا كنا مقهورين ومظلومين من دولنا العربية، فجيت أنت هون بدك تعمم الفكرة، رح تسوي هاي مشاكل كتيرة ورح تجرفك إلى تيار سلبي تضلك عايش فيه. التعميم للأسف احنا عارفين هذا العمل خطأ، واحنا ليس مع هاي الأعمال الخطأ، أي أعمال خاطئة، لكن لا نعمم أي عمل بيصير. هذا عمل يمثل الجهة اللي عملته، فما بيصير التعميم. ناس جماعة حرقت القرآن هي تمثل نفسها، جماعة أساءت إلى الإنجيل هي تمثل نفسها، جماعة أساءت إلى المرأة هي تمثل نفسها، وليس البلد كله. البلد مختلف متنوع، في ناس ضد هاي الأشياء اللي بتصير. فللأسف في بعض العرب بنشروا فكرة أو بكونوا كارهين أو إن هم بدي يستردوا حقوقهم بطريقة إنه يوجهوا تهمة للسويد كلها، وهاي التهمة للأسف راح تضرك أنت
اللي موجود في هاي البلد عالميا من جميع الجهات، وتضر وجودك في هاي البلد. هلا بدنا نروح بالسنترال، ممكن بيحكوا الساعة 4، بس الساعة 4 نطول، ضايل ساعة. بيحكوا الساعة 4، ما بعرف هي الساعة 4 مظاهرة ولا قبل. فإخوان الكرام، اللي يعني موضوع السوسيال هذا يتعلق في أحزاب معينة، في فإحنا نحاول ندور على حلول. للأسف إحنا دائما بعض الناس يستخدم العنف أو الهجوم للحصول على المكاسب، وهذا لن يأتي بحلول في أوروبا. الهجوم والعنف لن يفيد، بدك تستخدم عقلك عشان تحل مشاكلك بأوروبا. أما هاي والله اضربوهم واقتلوهم وحرقوا سيارات ومفاهيم هاي عن بعض الناس، وننشر فكرة الكراهية والعدوانية ما راح تفيد، ما راح تفيد. يا ما ناس عملت عشان موضوع الإقامات وموضوع الهجرة وموضوع اللجوء ولا طلع بيدهم شيء، بل بالعكس زادت صعوبة الإقامات. يا ما ناس قعدت فترات طويلة وهي تركض عشان تغير القوانين وما طلعت بيدهم. الموضوع مو سهل. اللي متخيل الموضوع الأطفال والسوسيال موضوع سهل فهو واهم. للأسف هاي حقيقة ممكن غير واضحة لدى البعض. هنا الشعوب للأسف كل ما تواجهها بتواجهك أكثر، كل ما تعند معها بتعند معك أكثر. فبدك تجيها بالسياسة والعقل، بدك تجيها بالسياسة والعقل. كيف هم بيستخدموا، بدك تحاول أنت تكون أذكى منهم وأشطر منهم. فبدك تحاول تفرجيهم أنه أنت برضو لك حقوق، حافظ إشي من القانون وعارف شو عايش. أنت ليش جاي على البلد هاي؟ أنت ليش جاي على البلد هاي؟ عشان تقنعهم بالسبب. سبب وجودك في هذا البلد قد يكون شيء مهم لإقناع الطرف الآخر. يعني لو هلأ سألك واحد ما الهدف من قدومك إلى السويد، إذا أنت عارف الهدف بشكل واضح من وجودك في السويد أو في ألمانيا أو في هولندا، أكيد رح تعمل من أجل هذا الهدف، من أجل الدراسة، من أجل العمل، من أجل الحياة، من أجل الاستقرار، من أجل الاستمتاع. أحد الأشخاص قال لي مرة، أنا رحت أقدم لفيزا مش عارف كان لأمريكا ولا لبريطانيا، بقول لي أنا سألني سؤال، بقول لي أنت ليش رايح على مش عارف أمريكا، ذاكرك إنه توقع ولا ناسي. قال له أنت ليش بدك تسافر على أمريكا؟ قال له والله بدي أروح أنا أعيش شبابي وأستمتع وأتزوج. قال ما أخذت معني المقابلة غير ربع ساعة وأخذت القرار، ومش عارف ربع ساعة ولا خمس دقائق، هي كلها كم من سؤال. فلما يكون أنت عندك الهدف، في ناس بتكون جايبة معها مصاري وكاشف حساب بنك وشركات واضرب واطرح ومحضر وكاتب وقارئ وبروح على السفارة وبيجاوب زي كأنه روبوت أو بالمقابلات وبفشل، وبكون عنده كل الإمكانيات. فالإنسان اللي واضح وسهل بيقدر يوصل رسالته. هاي هي. لكن العنف والضرب والصراخ والجهل هذا قاعد بيأدينا إلى مشاكل أكثر. بعض الناس عشان ينشهر ببلش كل يوم ينشر لك عن السويد وعن السويد وعن السويد. طب شو استفدنا احنا يا اخي؟ ما احنا عايشين بالبلد، قاعدين اولادنا بدرسوا ونسواننا بيشتغلوا احنا بنشتغل. طب شو الحل؟ يعني تركوا شغلهم خلص نقعد كلياتنا نندب حظنا، نعمل زي المرة اللي توفت وظلت طول النهار تلطم؟ يعني شو اعطونا؟ يعني هذا حل؟ هو لازم يكون في حلول، حلول منطقية. يعني يا منقرر كلنا نترك البلد خلاص انه ما فيش وصلنا حل. وللأسف بعض الناس اللي بتنادي بترك البلد اكثرها ما طلعت من البلد، ناس غيرهم طلعوا من البلد. يا الله كريم. يعني اكثرهم بتلاقيهم قاعدين صار يتكسب من اللايف تبعه. في ناس بيستخدم هذا الاسلوب اسلوب التخويف واسلوب انه هو بده يفرجيك انه الظلم قديه، الظلم في السويد، وبصير يحكي لك عن
عن الأخطاء اللي بالسويد، كل بلد فيها أخطاء على فكرة. هلأ أنا أعطيني أي شخصية وأنا أنت عن أي شخص أو أنا أي بلد، هلأ بطل لك أدخل على جوجل أو أدخل على اليوتيوب أي بلد بالعالم، بطل لك الجرائم تبعتها، بتصير تشوفها بنظرة سلبية. وبنفس الوقت ممكن أفرجيك البلد بنظرة السائح، أحكي لك عن السويد شو فيها أماكن سياحية، وأحكي لك أفرجيك إياها في الليل وفي النهار وفي النوادي الليلية وفي الأماكن السياحية وفي البحيرات، بتشوف السويد سياحة. وممكن أفرجيك إياها خطف أولاد وحرق قرآن وشذوذ، وتصير تشوف السويد في نظرة العدوانية. فأحياناً أنه الإنسان ما يركز على التفاصيل، كل الأخطاء وكل السلبيات عشان يقدر يعيش. ليش رب العالمين ستر علينا أشياء كثيرة بالحياة؟ هلا لو إحنا بنعرف كل الحقائق بالحياة كان منعيش حياة خوف. لو تعرف أنت حقيقة إنه متى رح تموت، ولا حقيقة مين بكرهك ومين بده يقتلك ومين بده يغدرك ومين بيحكي عليك، كان بتعيش بعقلية المترقب، بعقلية القلق، بعقلية الخوف. فرب العالمين ستر علينا مين بيحكي علينا ومين بيشتمنا ومين بيكرهنا، واليوم الفلاني شو بدي يصير، واليوم الفلاني، عشان نقدر نعيش، عشان ما نعيش بس على التوقعات السلبية. خلينا نروح على السنترال نشوف، انه مش قادر اشوف التعليقات تبعتكم. انا بالصيفية سامحوني تعليقات ما بتابعها كتير الا لما يصير في في، هاي صار شوية في هون، خلينا نشوف نحط التعليقات هيك. انت حضرت عملي من موضوع الجوامع، الله وكيل. هاي وين ستوكهولم؟ شو حضرت عملي؟ مش فاهم. انا خسرت عملي من موضوع الجوامع. هاي وين؟ صح لسانك اخوي. لديهم شركة وهمية لبناء الجوامع مثل تبرعات الجوامع، نصب واحتيال على العباد، بدهم يتوجهوا للبرلمان. ما زال التجمع لبداية المظاهرة السلمية ضد السوسيال. الحمد لله على نعمة الغربة، كثير ناس رحم الله والديك. استاذ رائد، هل الفيزا البريطانية قريناها؟ احنا في ستوكهولم في السويد. انا بالدنمارك عندي اقامة مؤقتة. ما شايف تعليقات، يعني جاوبنا على معظم التعليقات الموجودة. رايحين على السنترال، هلا رايحين على وسط المدينة نشوف تجمع تبع المظاهرة. فيا اخوان الكرام ابتعدوا عن هذا التعميم وعن الجهل وعن الهجوم. بعض الناس طول النهار نازل لي بالمواقع يهاجم اوروبا وهو بتمنى وبحلم يوصل على اوروبا، وبعض الناس عشان فشل في اوروبا بحكي كمان على اوروبا. انا لا ادافع لا عن اوروبا ولا شيء، انا بقول لكل عيلة اصلا لا انصح العائلة العربية تيجي على اوروبا، لانه هنا مغريات الحياة كثيرة وكل انسان عارف حاله. صعب هون تربية الأولاد، صعب جدا أنك تقدر تسيطر على أولادك وعمرتك. أنا لست مع قدوم العائلة العربية لأي دولة أوروبية للغرب. إذا العائلة العربية في الخليج يا دوب تتفاهم العائلة العربية، إحنا في الدول إحنا ببلدنا قاعدين نختلف، فما بالك خارج البلد. إحنا بتلاقينا متزوجين في بلدنا في الأردن في فلسطين في سوريا وطوش بين العائلات، فما بالك إذا طلعنا خارج البلد؟ شو بده يفهم المرأة بالقناعات وبالحياة وبالثقافة، وشو بده يفهم الرجل بنفس الطريقة؟ أنا ما أحكي عن المرأة، بحكي عن الرجل. فأنا بشوف المضطر جدا وعنده علم، عنده فهم، عنده قناعة، عنده شخصية فليكسبل مرنة، ممكن يقدر يجي على أوروبا، وعنده علم حاب يتعلم، مقضي حياته في العلم والدراسة والاستمتاع بالحياة. لكن للأسف عقلية الطوش والمشاكل هاي تبعتنا، وجوزي طلع وجوزي نزل وجوزي طلع على فلانة وجوزي مش عارفين نربي أولادنا. أنا لا أنصح العائلة العربية تخرج من وطنها إلا للظروف القاسية جداً. احنا بقولت ببلدنا المحاكم معبيه طلاق، تنزل على الاردن نص العائلات للاسف المش متطلقين هم عايشين مع بعض على كراهيه، لانه للاسف بطل حدا راضي. المره مش عاجبها زوجها، الزوج قاعد بتفرج على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب
بيطلعوا له نسوان كل واحدة زي القمر ترقص. للأسف المرأة قاعدة بتخرب على المرأة الأخرى، المرأة وبالذات المرأة بس تتطلق أو تكون هي عايشة عزابية بتلاقيها أحلى لبس، بس تدخل على الزواج للأسف يصير في إهمال. نسبة كبيرة من النساء للأسف بس تكون هي بدون زواج أو تكون لساتها بدها تتزوج بتلاقيها زي الوردة، بس تتزوج أول فترة بعدين بتقول لك قضيتها حمل وولادة وبلاطين رياضة إشي أزرق بجامات، بتعيش الحياة الزوجية بالبجامة للأسف. هاي حقيقة، تروح لك على الأردن على الدول العربية تلاقي لك الزوجة اليوم بجامة حمراء بكرة بجامة زرقاء إذا ما قضتها طول الأسبوع بنفس البجامة. الرجل عاد بيكون بحلم بقول لك هلا بشوفها في فستان النوم المنكوش والحرير والمقصف والظهر المبين والبطن المبينة، وبتفرج لك على الشوارع في أوروبا بالذات اللي صدرها ساحل واللي بطنها ساحل واللي حاطة حلق على حلامتها واللي على صدرها واللي بصر إيش، بيرجع على البيت بلاقيها لابسة بجامة بقول لك الله يفضى عرضها الزواج، أنا مش متجوز أنا محكوم علي إعدام، أنا متزوج بقول لك بصير حياته نكد، بصير يشوف الزواج زي البعبع. ونفس الشيء ممكن المرأة تشوف لك رجال يعني بيعتنوا بنفسهم ورياضة وجسمهم وطول وعرض، هذا كله بنعكس على تربيتنا لأولادنا. الرجل لما يكون فيش إشباع، إشباع عاطفي وإشباع جنسي يقول لك أنا ليش بشتغل، أنا ليش بركض زي الحمار، أنا ليش بطلع من الصبح لليل مش عشان أرجع البيت ألاقي مرأة متعطرة ومتزبطة وشعراتها الحلوين متحممة مكندشة وعملتينها الصفرة نقعد مع بعض ونعيش حياتنا، برجع بلاقيها زي ضابط المرور واقفيت على باب الدار، عند مين رحت؟ ليش تروح عند أختك؟ ليش تروح عند أخوك؟ تقلب اللي بصير بدوش يروح على الدار، بصير بدوش يروح. ما بعرف كتبتوا أنتوا أسئلة كتبتوا إشي تاني مش شايف إشي تاني. فاتحين شركة بصر إيش؟ بناء الجوام. رد على سؤالي، شو سؤالك؟ مش عارفين. شكرا شكرا. فللأسف في زواج البجمات للأسف، والله يا أخوان الكرام في ظلم، في ظلم كبير قاعد بيصير. الرجل قاعد بيطلع برا بيشوف لك هالبنات، اطلعوا 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 بالله عليك، لما واحد يروع البيت ويلاقي لك المرأة لابسة بجامة حمراء ولا زرقاء طلع هاي حامل ولا مش حامل الله أعلم، يعني بدي أنا بحبش أفرجي بس إنه تطلع لك على الوحدة فيهم بتلاقيها بتضوي ضوي، والله يا أخوان الكرام تقول عاملة صيانة كاملة، بتلاقيها زي الكتالوج زي الكتالوج بتضوي ضوي ولبس إشي بجنن، بتروح بتلاقيها ضاربة بوز ليش ما جبت لي وليش ما عملت لي للأسف، وما بتسمع لك إلا بس شاطرين يكتبوا بالأسئلة بالمواقع زوجي بنكد علي، زوجي ما بهتم، وزوجي طول النهار طب انت اهتمي فيه يا اخي، ده هو زفت انت ولك. والله الحلول حلول الزوج سهلة، لبسة حلوة بتنحل مشكلتك اكثر الرجال، والله يا اخوان الكرام فيش اسهل، انا رجل بحكي لكم اياها، والله الرجل بلبسة بلبسة حلوة بعطر بعطر بجمال بتصفيطة شعر بكلمة ناعمة فرجيني عومتك فرجيني جمالك حسسيه حسسيه انك انثى، وقتها بنسى كل المشاكل، وقتها بتحول من بوز مدفع الى بوز سيارة الى بوز طيارة. فالمرأة بتقدر، لا هي بتضلها منكدة بدها تنكد عليه حياته. طلع هاي اللافلي جير. فللأسف وين المظاهرة؟ قالوا هون المظاهرات، مش شايف لا مظاهرات ولا مظاهرات. فالرجل يا أختي الكريمة يا امرأة، الرجل مخلوق مخلوق تحول من زي ما أقول لك هذا الإنسان القرد، الإنسان كان قرد وتحول إلى إنسان، الرجل كان قرد وتحول إلى رجل طرطور، هيك بعض النساء بدهم إياه من رجل إلى طرطور بدهم إياه، وبنفس الوقت المرأة تكره الرجل الطرطور، تقول له روح قولها أين جاهز رايح تعال تعال، بدك رجل ولا بدك؟ آه هي هناك. سلام عليكم. سلام يا
يلا جه بدور هون هون مش لاقي حدا. هاي الشباب هون ان شاء الله. السلام عليكم. يعطيك العافيه شباب، كيف الحال؟ ها السلام عليكم، كيفك دياب؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم اختي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ يعطيك العافيه، كيف حالك؟ امورك تمام؟ الله تمام الحمد لله. يعطيك العافيه، كل شيء تمام؟ الحمد لله. والله مش شايف حدا، انا رحت اول شيء هناك شفت جهات هناك، شفت هذا تبع فاميلي يونايتد. قال لي على الاربعه هون. ايه مظبوط. هذا ما شفت. سليمان شفته ايوه هو سليمان ايوه صحيح. هو راح هناك عشان يقول للعالم هون. بقول انا شفته والله تمشينا هناك، اجواء حلوه اليوم. يا رب ان شاء الله، والله الحمد لله كل شيء تمام. احنا لساتنا الحمد لله مقاومين. والله لا ما شاء الله عليكم ما شاء الله. بس ما فيش حلول اخرى شغلات جديده؟ لا ما شوف. اعتصامات يعني فكرة الاعتصام انا بشوفها هاي. لا فكرة الاعتصام هي ناجحة بس جماعتنا بدها قوة. لا هي المشكلة انه هم ما يعطونا تلستون. ايوه استنى شوي نحول هاي ليك. انت تعرف لازم يستغل بعض المؤثرين كمان. صحيح. في بعض المؤثرين مثلا اذا عندك جمال اللي في هالمستاد قد ايه اثر على موضوع المساجد ونزل علينا اليوم. يعني هو كمان مشاركته هذا الشاب في بعض الشباب ما شاء الله عليهم. صح هو اجى يعني معنا على تبوير مرتين ثلاثه بس بعدين انقطع لانه اتجه على موضوع الجامع. ايوه صحيح. هي شغلة المظاهرات كويسة بس يا أخي الكريم المشكلة إنه هم فاهمينها زي عناد. هم بدنا المفهوم. لا هم عم يلعبون على الوقت. أيوة يقول لك هسه يتعبون ويروحون. أيوة ويزهقوا منه. أنت شفت هسه صار قبل فترة على أساس يعتصموا بالمطار. صح وبدهم يوقفوا. وقفوا ليش؟ لأنه صار في تفاهم، لأنه هم بيأثر عليهم شغلة الاقتصاد. صحيح. فهي المشكلة إحنا جماعتنا والسفارات تبعتنا لو نتعاون مع بعض لو نوقف يوم على العمل. أنت شو قلت هلا؟ لو يتعاونوا. هاي مش احنا متجايين هم هون متجايين. هي اسمه اللو هي المشكله الاساسيه. والله يا جماعه الخير والله العظيم انا بالنسبه لي بعطل شهر. ترتاح. لا والله كنت بعطل، عطلت كثير هسه انت اشتغل. بس لا والله لما تكون في حاجه رسميه وشيء اساسي بهم قضيتنا اولادنا وعائلاتنا. لا كلها المتضرر ومش المتضرر كل المتضرر. يعني انت لما تيجي تشوف شخص اخر من بلدك يعني شوف حتى والله من اي جنسيه. صح. طفل هذا عائله جنسيه لا علاقه بالطفوله. ايوه الطفل هذا طفل يعني اتخذ من اسرته من ابوه من امه يعني مهما يكون. نعم حبيب القلب الله يسعدك حبيب ديال المظاهره وائل الورد. رائد حبيبي دياب الله يسعدك. فراس مرشد الاجتماعي الاخ رائد من المساندين القدامى. الله يسعدك الله يسعدك حتى دايك. كان يصورنا من هنا واحنا نايمين. ذاك لما كم اسمه يا شباب كم والله يا رب ان شاء الله تفرج باذن الله يا رب ما لنا الا الله. هاي عجبني واحد مره حكى قد ايه ساعاتنا قد ايه طلبنا من سفرات ومن وزارات بس والله لازم اول شيء نطلب من الله. هو املنا بالله هو من رب العالمين هو يجي العالم. والله لانه قاعد بتصير زي هي قصه نرجس وغيرها لا هو الدور جاي على الكل. لانه قاعد هم قاعدين بيقيسوا المعيار. صح يشوفون الضغط ايش قد وينزلون على قدهم قد التاثير. لما نشوفوا انه احنا ليش قلنا انه هسه بيطور احسن احنا ليش بدنا نقول انه يتبوري نفس الوقت مال ستوكهولم عشان العالم عشان العالم تعرف انه اهل ستوكهولم واهل يتبوري واهل مالمو كلهم لساتهم متوحدين. ايوه صحيح الهدف واحد هو الافضل افضل يكون كل المظاهرات بنفس اليوم. لا صحيح. ما بيعطونا ما بعطونا هلا احنا مو هم الساعه 2 هنيك هون اعطونا الساعه 4 هون اعطونا الساعه 4. ايوه فهمت عليك. طب تحاول انتم مثلا تتواصلوا مع الجوامع مع يعني مين المسؤول هسه اللي بحاول حاولنا مع شو اسمه احمد المغربي على اساس تواصلوا معهم بس ما يقولون هاي الامر اكبر من عندنا. بس الدوله تحاربهم اقتصاديا. ايوه والله الموضوع مو سهل يعني عشان يوصل للناس الموضوع يا اخواني مو سهل. انت تخيل انت عندك كرسي وهذا الكرسي قاعد عليه واحد عنده سلطه عنده مال وانت تريد تسحبه من تحت. مزبوط هو مستفيد يعني هسه هذول بحزب السوسيال وبحزب الاس دي وبهذا هو قاعد باخذ راتب 150 نعم. 170 الف نعم. غير انه هو بصرى الله اعلم شو بيشتغل شغلات ثانيه بالبلد. صح. هو وجوده بسبب فكرته. نعم. يعني انت يعني يا اخوان الكرام هذول الاشخاص اللي معايشين موجودين في الاحزاب هو بدافع عن فكرته ان كانت غلط ولا صح. فهو انت لما تكون بدك تغير بالبلد انت قاعد زي كأنك تسحب منه منصبه. لازم فهو بيهاجمك. لازم تبني بطريقه صحيحه. أيوة. بدك تعرف كيف تدخله بالطريقه بحيث انه هو
كمان يعني حاولوا يشترون منا ناس بس ما اكيد اكيد طبعا، ولا الاحزاب بدها تحاول انه تكسب فريق معين او صح. تحلي حدا مخبرين صح يعني لا لا هم يجونا احنا نعرفهم صرنا نميزهم هذا مع مين هذا مع مين. انتم ما شاء الله من كثر كم مره جيتوا كم مره تواجدتوا الواحد بيشعر مشاعر حساسه صح. بس للاسف انا بحزن من بعض العرب اللي بيكونوا يشمتوا انه يعني والله هذول من حقهم تعرف ليش من حقهم من اي ناحيه انا اقول لك هسه انت عندك شغل والله الكلمه مش دخلت في راسي شوف لا خليني اشرح لك اياها عشان تفتح ليش ماتوا على قصه العائله اخذوا منها اولادها يعني اي تعرف مين هذول هذول اللي ما عندهم اطفال يا عندهم عقوم يا مريضين يا ما يقدرون يخلفون محرومين شو بيسوي هذا تجاره لهم ياخذون الطفل هون يحطوا عندهم لا انا قصدي من عرب يعني في كمان اي في عرب لا بس هذا مش انساني هذا مش عقلاني مش انساني يعني انا عشان رب العالمين زي اللي كيف هسه برات السويد اللي ما قدر يوصل على السويد او المانيا او كندا صرنا انتوا عايشين ببلد كفار صح في منهم بيظل موجود بصفحتي وبصفحه غيري اطلعوا من هاي الدوله صح. هاي دوله كافره هاي دوله بصريف يا اخي احنا جينا هون هربنا من محاكم التفتيش ولا التحقيق ولا لا السويد كأي بلد في العالم طبعا هي هلا زادت احنا السويد كنا نحبها كثير بس هلا صار حقيقه يعني زي اللي زرعت الكراهيه صح. للاسف بالاحزاب هاي الموجوده حقيقه يا اخوان الكرام انت تعرف من انت هاي بلشت لما الدنمارك تذكر لما ايوه هسه صار راسموس هسه جدار السويد صحيح بس خطت الدنمارك اي خطر نسمع هسه بعد وراها النرويج تعرف النرويج كانت اول واحدة انا عشت النرويج صح. النرويج كانت والله حتى اللي كان من النرويج لما قتلوا العالم هذول اللي ايوه هذا اللي هو نرويجي ايه. هذا النرويجي اللي قتل مش عارف 70 80 ل 100 120 واحد كنت بالاردن وقتها انا كانوا شو اسمه الجزيره ايوه لا ناس بس انه قتل عدد كبير جزيره قتلها ومن النرويج كانوا حتى كان تعرف الشيعة يحاولوا مثلا يلبسوا بناتهم الحجاب هم صغار انا كان عندي صديق يعني والله هرب زوجته واولاده على سوريا كانت ايام سوريا فيش فيها شيء انا كنت في النرويج من 2003 2003 الى 2005 انه كانوا بناته صغار يروحوا على المدرسه وهم متحجبات طول الوقت يتحرشوا فيهم ليش لبستوا هيك وليش عملتوا هيك فخافت الاسره ردوهم على سوريا عاشوا بعدين صار القصه في سوريا بعدين رجعوا على النرويج كبروا البنات هلا صاروا مهندسات ما شاء الله العيله يعني لحد الان بنتواصل مع بعض هي كانت النرويج كبداية بعدين السويد كنت تعرف سياسات يعني هذول لهم أصدقاء يعني الوزير اللي هون عنده صديق في النرويج لا 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 وصل صداقة أحزاب نفسها هي مخلفة أوروبا أيوة أوروبا هسه أنت بابا بفرنسا عندك حزب البيئة موجود هنا وموجود هنا أيوة كل دولة أوروبية في نفس الأحزاب في تعاون في فروع أيوة نفس الشبكة يعني نتورك يساندوا بعض ويدعموا بعض هم كلتهم مكان واحد هدف واحد بس بطريقة مختلفة كل واحد يسوي حسب حسب ثقافة البلد الموجود فيها وحسب حسب الفوائد حسب الكلام اللي انت تقوله ايوه هم يمشون عليه صحيح وبعدين هون للأسف الحكومة الملكية هي شكلية يعني مش قادرة تأثر شيء يعني مش شعرين في تأثير الملك في البلد والله الحركة شو اللي مطلوبة منك طب خلينا ناخذ لنا لفه هيك شوي ونرجع تمام هسه 3 ضايل 40 دقيقه والله ما ظنش معنا شحن كثير ناخذ لنا لفه هيك شوي ونرجع لكم يلا على 4 على 4 طالعين ان شاء الله خلاص على 4 نرجع على 4 السلام عليكم كيف حالك امورك تمام طيب العافيه الله يخليك هاي الشباب هون ان شاء الله جماعه الخير يعني اللي معطل اللي ما عنده شيء يجي حياكم الله هي احنا هون هنا هون المقر هون وراح يمشوا لعند البرلمان الساعة 4 هون الساعة 4 إن شاء الله السلام عليكم نرجع الساعة 4 إن شاء الله بنشوفك شكرا جزيلا حبيبي القلب الله يوفقك والله أنا بتابعك دائما وما شاء الله الأسلوب الحلو ومؤثر الله يسعدك هذا هو يعني أنتم موجودين كمان بشوفكم يعني بالذات التجمعات السويدية لأنه هي اللي بتأثر احنا ما راح ندخر جهد راح نفعل كل ما بوسعنا ان شاء الله لانقاذ كل الاطفال سواء كان عربي ايوه هذا امشي صح نيجيري افريقي من صح. يكون كل هدف انساني الأبرياء. الهدف انساني بالضبط صحيح. لا للعنصريه لا لحرق الكتب السماويه لا لخطف الاطفال لا لسرقه الاطفال لا للمعامله بطريقه يعني لا انسانيه بالضبط طب شو في حلول اخرى يعني مثلا
طرق أخرى غير المظاهرات، غير من خلال البرلمان، من خلال حزب معين؟ هل توصلتوا أنه في طريقة أخرى نوجد فيها حل؟ في موجود، السويديين هذول عندهم كل شيء موجود، ولكن بيعملوا بطريقة خاصة بحيث أنه بيقولوا حرية التعبير عندنا. لكن مثلا في الميدال سويك لما كنا موجودين في الميدال سويك وحاولنا نقابل السياسيين وحاولنا نقابل رئيس وخدمات الشؤون الاجتماعية، اعترضوا ما بدهم نحكي على بخصوص قضية أطفالنا المخطوفين من قبلهم، رفضوا المواجهة والسيب والدنيا كلها وطردوكم من المكان. صحونا من المكان، قلنا لهم يا عالم حرية التعبير هذه مش هذه حرية التعبير. صحيح. قالوا لا 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 تتعارك، لا تحكي، ما تتكلم مع الوزراء تبعينا رؤساء الأحزاب. يعني حرية التعبير صارت خاصة بأشخاص وبأماكن وبحالات معينة، مش مش صارت زي مثل اللعبة بيستخدموها متى ما شاء. يعني لصالحهم أو لغير. صحيح. يعني لصالح أجندة هم حاطينها فرصة. يعني هي موجودة بالقانون، بستخدمها وقت ما أنا الشخص اللي هو مستفيد. للأسف. يلا الله بعين، إن شاء الله بنرجع هذا ونكمل. حبيبي بارك الله فيك. أنا نسيت اسمك، اسمك إيش؟ أبو يزن سليمان. أبو يزن رائد أبو شهاد، حياك الله أبو يزن حبيبي العلم. طيب نكمل جولتنا يا إخوان الكرام إن شاء الله، وبنرجع لهم الساعة 4. ممكن كمان شوي أنا أسكر البث لأنه ما عندي شحن كتير عشان أقدر أغطي لكم هيك الساعة 4، ونركز على الحلول. يا ريت يا إخوان الكرام نركز على الحلول. أنتوا عارفين هاي بلد أوروبي، وطريقة زي ما حكينا هاي مشكلة الحرية، مستخدمينها ممكن كمفهوم لتحقيق أهداف معينة. مش كل يعني ممكن أنت الحرية على دورك يقولوا لك ما في. للأسف هاي المشكلة، إن الحرية مفهوم مطاطي، وقت ما بدها بتكون حرية، وقت ما بتكون بدها ممنوع. والله الدنيا شوب نار يا جماعة الخير، أنا أنصحكم تجيش لابسين قمصان، والله شوب اليوم. الجو الجو جميل، يا رب يفرج على إخواننا وعائلاتنا العربية، يا رب يا رب يرجعوا الأولاد. والله يوم فرحة، لازم نسوي فرح لما يرجعوا الأطفال، والله راح نشعر بسعادة، والله راح الأسرة العربية تستقر أكثر وتشعر بسعادة أكبر لما الأسرة تكتمل. والله يا إخواني الكرام غياب ابنك لساعة عن البيت وانت تعرف انه راح يتأخر مقلق، الزوجة تقلق والزوج يقلق والحياة بتتكركب. والله يعني لا نتمنى لأحد انه يخسر أولاده. يعني هم جايين على أوروبا عشان يعيشوا حياة سعيدة مع أولادهم، إذا غلطوا ساعدوهم. هو جاي على أوروبا عشان حياته تتحسن، مش عشان ينخرب دياره. ادعموا البث، وصلوا لأكبر عدد ممكن. خلينا نكون معكم 10 دقائق وبعدين نسكر. وأهم شيء تشاركونا بحلول، شو عندكم أفكار اقتراحات؟ نشوف من الحكماء العرب اللي عايشين بالغرب. كم سنة صار لك عايش بالغرب؟ تعرف طريقة التفكير الغربي، بدك تحاول تستخدم فلسفة أفلاطون وأرسطو الفلاسفة وديكارت، تستخدم أقوال العلماء لحل المشاكل. هاي مشكلة مستعصية، مشكلة دولية، يعني مشكلة واصلة إلى قرارات وقوانين البلد داخلة فيها، فبدك تحاول تجد حلول بطريقة منطقية وعقلانية تستخدم فيها ممكن الفيلم، الفيديو، المسرح، التلفزيون، الإعلام، كل شيء. يعني ممكن فيديو معبر عن حياة الأسرة بعد أخذ أبنائها منها، يستطيع هذا الفيديو أن يكون رسالة إلى البرلمان، إلى ملك الدولة، إلى أصحاب القرار، أن يغيروا فيديو مؤثر عن حياة الأسرة ومشاكل الأسرة وتأثيرها على البلد. أنا لما ينخطف مني ابني أنا ما رح أقدر أشتغل، ولو اشتغلت ما رح أقدر أبدع بشغلي، أنا ما رح أكون عايش حياة سعيدة، أنا ما رح أقدر أخلف ولد آخر لأني عايش في بلد ممكن يأخذوا مني أولادي. فأخذ الولد من أسرته هو ليس حل، هو ممكن يكون حل مؤقت، ممكن حل مؤقت لأسبوع لشهر حتى يتعدل السلوك.
اليوم في مظاهرة الساعة 4 في ستوكهولم، في مظاهرة في يوتوبوري الساعة 2، ستوكهولم الساعة 4 يوتوبوري، ستوكهولم الساعة 4 يوتوبوري الساعة 2. هلا الساعة كم؟ الساعة 3، خلينا نضبط القميص. الولد يا رب. يا ريت اخواننا المنتجين المسرحيين السينمائيين ينتجوا لنا فيلم معبر عن حياة الأسرة بعد خطف أطفالها منها، ينتجوا لنا فيلم بعدة لغات، بالإنجليزي بالسويدي، يسألوا الأخصائيين النفسيين كيف حياة الأسرة، زي المدمن كيف حياة المدمن بتصير بعد ما يخسر، بعد ما يخدش الجرعة، يقول لك اديني الجرعة بسرعة، أصلا أنا محتاج الجرعة، الأسرة بتتدمر. هذا ليس حل، أخذ الأطفال من أسرتهم بدون خطة علاج هذا ليس حل، هذا للأسف يؤدي إلى دمار الأسرة. إذا بدكم تأخذوا الأولاد خذوهم ضمن خطة أسبوع، ست أيام قصدي كنت أحكي 6 شهور 3 شهور، يعني لازم تأخذوا الأطفال ضمن خطة علاج من بنود. الأسبوع الأول راح نعلمه كذا، الأسبوع الثاني راح نجيب الأبو والأم راح ندربهم على مهارات التواصل، نأخذكم فوق نفرجيكم المنطقة من فوق. خلينا نشوف التعليقات، والله ما أنا شايف التعليقات. فيلم ترويجي الشقروات، هو أحلى شيء الشقروات، حلوين. انت شو بتحبوا، الشقروات ولا السمروات؟ الحلو حلو ان كان اشقر ولا اسمر، صح ولا لا؟ هسا بزعلوا من السمر، اللي حلو حلو ان كان اسمر ولا اشقر، بس كل واحد بيميل، ميل يا خزيل. في ناس بتميل للسمر، في ناس بتميل للشقر، في ناس بتميل للضعاف، في ناس بتميل أطوال، أنت لمين بتميل؟ ميل يا خزيل. احنا في ستوكهولم وسط المدينة، في وسط ستوكهولم، وسط ستوكهولم السويد، أحلى شيء الشقروات. شقراويه انت تحكيش الاوكرانيات راحوا شطف الاوكرانيات راحوا، الله يعينهم، الله ما بنحب الحروب كلياتها ان كان اوكرانيا ولا الحروب الثانيه الدول الاخرى. انه احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا، هذا المطعم رهيب يا اخوان الكرام، هذيك المره صورت لكم اياه، هذا المطعم هون قاعده بالزاويه، تيجي انت والمدام شي بجنن، تفرجوا الطاولات هون، هون حاطين لك كل عده شي مرتب. هاي التفاح، هذا المطعم رهيب، وسط ستوكهولم احنا دبي ان شاء الله، ان شاء الله شوفوا لنا عروس بدبي. عروس ببرج خليفة، خليهم يكتبوا اسمنا، هاي صارت كلياتها هيك للأسف. حبيبي دبي، حبيبي ستوكهولم، نفرجيكم المحل، الله هو هنا المحل كتير حلو، هنفرجيكم اياه، نشوف القعدة هون، انا شرب لنا شفط ماي. هي هي سكتها ثانية، ها ان جلاس فاتن فاتن، هي دي ذاك ميكي فارمت، دي ميكي خونت اكسو فيلر فارمت، هي
توزن تاك توزن تاك لا باربيا لتا يتفن تهار. والله هذا المكان رهيب جدا يا إخواني، هنا قاعدة رهيبة. كيف زوجتك تسمح لك تحكي؟ والله هذا الكلام عليه طوابع وعليه أحكام وعليه. إحنا قبل شوي كنا نحكي عن إيش؟ نحكي عن موضوع الزوجة المفتش والزوجة إذا ما كانت العلاقة فيها ثقة بلا منها أريح. إذا بدأت تجوز واحدة مفتشة ومحامية بديش الزواج. إذا تزوجت واحدة وعايش بحياتك كلياتها وزوجتك عايش بعقلية المحقق مش حياة. عيش حياتك واستمتع، لازم يكون في ثقة. هيدو تاك توزن تاك. لازم يكون في ثقة في الحياة الزوجية، مش بحاجة كل كلمة، مش بحاجة كل كلمة بدها تفسير بدها مفسر. للأسف في حياة زوجية كل يوم احكي لي شو قصدك، انت شو قصدك، انت شو حكيت، انت شو شفت. للأسف حياة زوجية ناكتة. إذا الزوج يظل يتابع المرأة على كل كلمة والزوجة بدها تظلها تتابع الزوج على كل كلمة، هذا احنا صرنا متزوجين مفتشين وقضاء ومحققين. لازم يكون في شوي حرية في الحياة عشان ما يجي شعور الواحد انه عايش بالسجن قفص. عايش خلص انا بثق في زوجتي وهي بتثق فيي، مش ضروري كل شوي اسألها شو عملتي وشو سويتي وعايش معها حياة زي كني انا وكيل، وكيل عن كل عمل. خلص في رب العالمين بحاسب، في رب بحاسب. هاي عقلية المفتش هاي كرهتنا الزواج، بطلنا نطيق الزواج. تسأل الشباب ليش بتكيش تتجوز، بقول لك بديش حدا يتحكم فيي، خليني عايش براحتي. اكثر الاشخاص بس تسألهم ليش بتكاش تتجوز، بقول لك يا اخي الزواج تقييد، الزواج حبس. هاي سرقل، هاي سرقل بيسلم عليكم. هاي توريا سرقل توري. فأكثر الناس يسألوا ليش بكاش تتجوز، يقول لك يا أخي الزواج تقييد، أنا بدي أعيش حريتي. إذن عاد المشكلة في طريقتنا في التعامل بين الأزواج. أنت وين رحتي؟ أنت شو عملتي؟ أنت ليش بتحكي هيك؟ أنت ليش قاعدة هيك؟ أنت ليش واقف؟ أنت ليش لابس هاي اللبسة؟ فصار الواحد يقول لك يا عمي أنا بدي واحدة تتحكم فيي، ليش لابس وليش طالع وليش متحمم وليش سهران؟ على إيش بقول لك ليش سهران لهلا؟ نام. ليش فاتح الموبايل؟ طفي الموبايل. ليش مبين على التلفون إنك أونلاين؟ بكون بالشغل، ممكن إجته رسالة، ولا حاط على بسمع موسيقى ولا بسمع درس ولا بسمع شغلة، ببين أونلاين. بتلاقي المرة قاعدة أو العكس أو الرجل، هذول الشكاكين المتشكشكين. شفتك فاتح أونلاين اليوم، كنت فاتح أونلاين مع مين تحكي؟ لف ودور. وبدك تيجي حارتنا يا عيوني، هلا فيش حدا عم نغني. وبدك تيجي حارتنا يا عيوني تطلع حارتنا، الله الله، وعينك على جارتنا ويا عيوني ولا عينك علينا، الله الله. والله ما شايف تعليق الشمس. هلا هلا شوي اخذكم على الجاليري، شوف العالم، شوف الناس وين الحركة، الاكشن والبرودكشن. ندخل شوي، ناخذنا شوي تكييف، ندخل على الجاليري شوي على انكو. وبدك تيجي حارتنا يا عيوني، هاي الانكو سكر. شو قصر يوم انكو معتم؟ اقرا التعليقات، خلينا نشوف شو التعليقات. زواج صرعنا، صرعنا وصرعتنا. طب شو التعليقات؟ ما فيش شيء يا زلمه، اقرا التعليقات. ليش الجو حلو عندك اليوم؟ الجو بجنن والله، شوب شوبت نار. رفعت الاكمام وانطلقت الى الامام ورحت اشوف عادل امام.
انتقلنا الى الانكو من اجمل المجمعات التجاريه، اغلاها مش الاجمل ممكن، لكن ريحه العطر يعني يا اخواني الكرام عن جد نصيحه لوجه الله تعالى، بدك الشخص يحبك كثر عطر بلعب دور. طبعا اذا عاد كثر عطر بس حسن من لسانك، يعني لسانك يكون حلو رطب، فلازم تكون كثرها. هيني انا هون، السلام عليكم، شايفيني على الشاشه. فالعطر والله يا اخوان الكرام مرات بتلاقي اذا بيقعد جنبك حدا بالقطار وحاط عطر بتقول يا رب ما ينزل يا رب ما ينزل. فالعطر بيلعب دور، في ناس بتلاقي للاسف يعني مش مزبط شعرات واللي تحت اباط، بديش الواحد يحكي. ما شاء الله ما شاء الله، خلينا نلف اللفه، خلينا نلف اللفه ونفرجيكم شو في هون شغلات. طبعا هذا اللي هون يا اخوان الكرام الشناتي والشغلات اسعار خياليه، هون نار يعني. هون المدام بتقول لك اذا بتحبني اشتري لي شنطه من هون، ما هو صار الحب المقابل الحب المشروط، شو بتشتري شو بتاخذ. للاسف تعودنا على الحب المشروط، يصير يقول لك شو بتجيب لي جيب لي اعطيني بحبك، جيب لي عطور جيب لي شناتي خدني سفريات اعطيني دولارات بحبك، غير هيك اي دونت لاف يو. قديه بتجيب قديه بتاخذ، الحب المشروط جيف مي اي جيف يو، ما بتعطيني ما بتاخذ، خدني معاك ان كنت مسافر. ايه مين هذا؟ هذا انا. ناخذكم على الطابق الثاني ولا بس بكفي هذا الطابق؟ لا والله ما اجيت على المانيا، اجيت على هامبورغ، جيت على هامبورغ بس لما جيت على السويد، جيت على هامبورغ مرور بس مرور الكرام. وين رحت كمان؟ المانيا، والله نسيت المانيا اكثر شيء مرور. كان عندي غزال يا غزال وشرد مني، حدا بيعرف كان عندي غزال؟ هاي اغاني قديمه مرات بتيجي هيك على البال سبحان الله. وشارد مني غزال ويا ولادي الحلال، اسالكم قديش انتهاي هلا بتستغربوش 3-4 آلاف. شكتها هون ميكي كوستا ان شو تريت 2650 جولد جولد اكزاكت جولد اوف ديامانت. فيلكن ماركه بالنسياغا، سياغا يعني موست هار مين فرو نمبر 1. هاي الشنطه الصغيره هاي لو اعطيها بنتي امر بتقول لي بابا جايب لي شنطه صغيره 24000. شو قفيره توزن حق الشنطه، وقف النت وقف النت يا جماعه الخير، بس سمعت الرقم 24000. هاي الشنطه الصغيره بقول لك ذهب 24000 كرون حق الشنطه. والله 24000 بروح فيهم على تركيا، بروح فيهم على شو اسمه، بروح فيهم على الاردن، بروح على مكه، حط لك كمان 24000 تروح تسوي حجه. هاي الوردات، هاي ورده جزائريه. والله 24000 يا جماعه، 24000 كرون 2300 دولار هاي الشنطه. هذا اللي هنا ما في هون، اذا بدك تيجي لازم يكون راتبك 60000 70000 100000. هون احنا بس نيجي بنتفرج، احنا ما يطلبه الجمهور، احنا بنتفرج مرور الكرام زي اللي بروح على هارودز، بس بروح بتفرج وبطلع، بطلع حزين بطلع مجلوط. في مرات لا انصح حتى تتفرج لانه مرات النفسيه بتضرب معك، تصير تقول واذا جبت مرتك معك هون يا حبيبي يعني انا ما بستاهل يا بنت الحلال 24000 هذول 2300 دولار شنطه، هاي ممكن تحطيها بكره بالخزانه وتسكري عليها. يعني انا مو حلوه، يعني انا 24000 كثير علي، كثير علي شنطه ب 24000. تصير تدلع حالها وتدلع يا رشيدي على وسط المي. خلينا ناخذكم على ساحه الملك، ساحه الملك اغلى من سيارتي. خلص انت قولها
خذ السيارة أحسن، خذ السيارة. ولا يا عمي حصل والله، أنا حتى الأوروبيين في منهم لا بشيل شناتي ولا بشيل إشي، يا دوب شايل حاله. والله هم مو زينا بشغلة الذهب وما ذهب، يعني نادرا نادرا ما تشوف أحد أوروبي لابس ذهب، بيلبسوا فضة ما فضة سناسل، حتى أكثر الذهب تبع مش ذهب مزور، كله هذا الذهب روسي على ذهب صريش. يعني ما إحنا مع احترامي للمرأة العربية عندها عشق بينها وبين الذهب، بتحب الذهب، خلص له مصرياته، تقول لك خلصي له مصرياته، اشتري ذهب اشتري ملابس بتاع كله. بحبوا الماس والله، في ناس بتستاهل، اذا معك مصاري اشتري، حسب كل واحد حسب وضعه. يعني واحد كل اللي باخذهم يا دوب، ها هاي قوس قزح على البحر، على البحر هاي صباحه على البحيره. هنا احنا هنا في الكونغ ستريت جوردن، حديقه الملك كونغ ستريت جوردن. هاي الناس قاعدين هون، قاعده هون حلوه، فتره الغداء فتره العشاء، حديقه الملك. اما الذهب ما لهم هوايه، لا والله الاوروبيين ما بشوفهم البنات بحبوا الذهب، بحبوا يعني في اللبس اوكي، بس انه الذهب مو لبس، كمان لبس بسيط يعني، بتلاقيه حتى اللبس شغلات بسيطه، هو للاسف اللبس البسيط قاعد بيجيب مصايب اكثر من اللبس اللبس الغالي. بتلاقيها لابسين لك طنوره ولا شورت مع بلوزه، نص ظهرها مبين نص بطنها مبين، يعني كل اللبسه بتحطها بكيس صغير، بتحطها بشنتتها، بتلاقي الشنتة فيها مظلة وفيها ملابس وفيها أواعي الشتاء والصيف، كله قصير. اليوم ما في حرق والله، سمعنا انه في واحد بده يحرق التوراة عند السفارة اليهودية، ما بعرف، حكولي بالجامع الكبير، حكولي بالجامع الكبير انه في واحد بده يحرق التوراة. هاي الاولاد انتقام وغرام، هاي تتغرق اخوها. أنا حس بوداد قال لي يا بوي أيام حلوة، حكايات حكايات ماسكها البنت، يا الله ما شاء الله ما شاء الله، ما أحلاها، أجمل من القمر بكثير. أوه اسمع أعطيها على موج سويدي يحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية، ما بعرف سويدي ولا تحكوا إنه اليوم، حكولي بالجامعة الكبير ولا ما بعرف، حكولي انه ممكن واحد يحرق التوراة، بس احنا ما مو مع هذا الاشياء. يعني شو الفائدة؟ يعني هي صارت العملية جكارة، يعني هل انه هاي حرق التوراة الانجيل اي كتاب سماوي هل راح يحل المشكلة؟ احنا دائما نركز على الحلول، العنف يؤدي الى المزيد من العنف، قاعدة، العنف يؤدي الى المزيد من العنف. شو رايكم بالمكان؟ هاي السبيحة نزلوا، والله ميكي فين فيدر يباك، هاي كلهم والله سبيحة الأولاد طلعوا كلهم بيسبحوا. كله بسبح. العنف يؤدي إلى المزيد من العنف. هنشوف تعليقاتكم. هنا ساحة التزلج.
بالشتاء هاي ساحة التزلج، بس بالصيف تصير ساحة النوم، ساحة الجمباز. هاي كانت بنتي تيجي هون تلعب جمباز، بنتي نور وهي صغيرة كنا لما نجيبها هون تحب تلعب جمباز أكتر الأولاد، بس يجوا هون عشان سجاد أخضر بيلعبوا جمباز. هلا بفرجيكم إذا في حدا بلش يجمبز. ساحة الجمباز الدولية هون، ساحة الاحتفالات هون عادة للكونستريت جوردن بصير في احتفالات هون. هاي الأسد، في حدا بده أسد؟ للأسف يا أخوان الكرام صار في 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 مجموعات على التيك توك، للأسف مجموعة فتاة بنات هيك قال كل شوي بيطلعوا لك تعارف، قال إيه وكل واحدة مسميت لك حالها. اليوم بطلع لي جروب على التيك توك ما بعرف إذا طلع لكم، مجموعة تعارف كل شوي زدت لي أسد أنا وصار إيش بدلعوا حالهم، كل واحدة مسميت لي حالها دلع وملع وتين ومتين وبصر إيش للأسف. أكثر كله عشان المصاري. فكر الشاب، يعني أنا بحكي للشباب للأسف اللي بيدخلوا على هيك مجموعات إنه تتوقع إنه البنت يعني إذا ما في فائدة منك أو العكس طبعا، ما يعني وجودك أنت إذا ما كان في منه فائدة، في وردة في ألماسة، هم داخلين على هذا الأساس. للأسف صار في مجموعات غريبة عجيبة بتطلع على التيك توك، وللأسف كمان أصدقائك اللي بيشاركوا بهاي المجموعات بصير تظهر عندك، بصير تظهر عندك. والله مجموعات صارت غريبة عجيبة. خلينا بالمي وخلينا بالحرية، خبرونا شو في مجموعات غريبة عجيبة اللي بتصير بالسوشيال. شو رأيك بتلي مصاري؟ أنا بدي مصاري بس بأسلوب بمحتوى هادف بإشي مفيد، مش بأسلوب الشحدة. أسلوب الشحدة هذا اللي بيستخدموه بعض الأشخاص اللي فاتحين على التيك توك. أكيد طبعا إنه عشان نستمر ويكون المحتوى هادف، إذا أنت شعر إنه هذا المحتوى هادف تدعمه، لكن للأسف في بعض الناس تدعم المحتوى الهابط وهو اللي قاعد بينتشر. فأنت حر، أنت صاحب القرار. فإذا شفت أنت محتوى مفيد، يعني أنا عادة والله أي شخص بشوف عنده فيديوهات مفيدة بدخل بعلق وبشكره. ولاحظوا علي اللي بتابعوني بتلاقوني دائما بعملكوا ريبوست، دائما بعملكوا إعادة للفيديوهات اللي أنا بستفيد منها. فعشان نستمر أكيد يعني، بس ما يكون الهدف الرئيسي، لما يكون الهدف الرئيسي أنت فاتح التيك توك 100% هدفك بس مصاري، يعني أنت مش مهتم بمشاعر المتابعوك، أنت معتبر المتابعين هم عبارة عن بس سلعة أنت بدك تأخذ اللي بدك. لا، أنا بدي علاقة تكون بيني وبين المتابعين، ممكن يكون صداقة، ممكن تكون تعارف، ممكن يكون ثقافة، ممكن أنا وياك نقضي وقت، نطلع نشرب فنجان قهوة، أصدقاء، ممكن نحل قضية، نحكي بقضية، قضايا المجتمع اللي احنا قاعدين بنعاني منها، قضايا السوسيال، قضايا حرق القرآن، نتوصل إلى حلول مع بعض. ممكن أدلك على موقع، أدلني على موقع، أدلني على منطقة تساعدني كيف أربي أولادي، كيف أعيش حياة سعيدة، كيف أقضي وقتي. فهاي هي، مش تكون الحاط أنت رقم واحد المصاري، يعني أنت مادي ما عندك أي شيء تاني غير المادة، أنت هدفك بس تأخذ مني المصاري مصلحة فقط مادية، بدون أنه أنت تفكر فيي كشخص. أنا بتابعك لأني بحترمك، لأني شايف محتواك مفيد، لكن أنت للأسف بعض الناس هو فاتح هدفه الأساسي أنه هو يكسب مصاري، ومش مهتم الجمهور زعل، الجمهور رضي، المهم في دولارات. وانت عاد كل واحد وزوج، الدنيا أذواق، الدنيا ريشة هوا طير بغير جناحين، وإحنا النهاردة سوا وبكرة راح نكون فين؟ في الدنيا، في الدنيا. الدنيا ريشة هوا. كده صارت الساعة، أوه ضايل 10 دقائق، العودة إلى المظاهرة. خلاص لازم نرجع 10 دقائق ضايل إلى السنتر. ضايل 10 دقائق يا جماعة الخير إلى المظاهرة.
عندنا هون القبض على شخص كان ببيته حوالي ابصر ايش كرون سويدي اوف 8 مليون شو حاط فيهم سوي فيهم 8 مليون حاطهم ببيته. هذيك المره هذول اللي اجوا يهربوا مصاري من النرويج مهربينهم سيارات وبشاحنات وبصرب ايش مش عارف كم مليون ناسي والله 20 مليون ولا 15 مليون من النرويج نازلين كأنه يهربوا مصاري وكثير كثير بلقط يعني في نسبة بلقطوهم الكاش. سامعيني اخوان الكرام سامعيني مهار اليوم عملت شوية تحديث للسماعة الميكروفون اللي معي صاير مرات يطلعني برا اكون بالبث اطلع على الشاشة الاقيها فاضية الاقيه مطلعني برا. اكتبوا لي بالتعليقات اذا سامعيني ممكن نسكر البث ونبدأ من عند المظاهرة عشان نبدأ من أول السطر. بس اكتبوا لي هلا أنتوا سامعيني. آه كمش حاله صحيح. بس يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات سامعيني كويس. راح أنا أسكر بعد هلا بس أتأكد إن الصوت واضح والصورة واضحة وبعدين أبدأ من عند المظاهرة. بس اكتبوا لي بالتعليقات. والله حاليا أنا بشتغل في النظافة. جميع أنواع النظافة بوليش تلميع عرضيات الماكينات أكثره تنظيف شركات تنظيف روضات تنظيف كله مش يعني تنظيف عادي تنظيف القزاز تبع المؤسسات تبع المدارس جميع أنواع التنظيف ستور ستيدا فتنظيف في النظافة. حاولنا نشتغل مجال تاني كله بدهم خبرات سويدية. أنا دارس علم نفس وعلوم سياسية فكل ما نقدم او يا تيفار او يا تيفار قدمنا يمكن 100 وظيفة كل ما هذا اقول لك لا اغلبهم بدهم خبرة سويدية شهادة سويدية ثانوية سويدية ما عندنا ثانوية سويدية ولا عندنا خبرة سويدية. انا متقاعد من عمر 21 سنة هذا كونغ ستريت جوردن حديقة الملك هاي الأماكن الحلوة صغيرة بس حلوة يعني هذا المكان صغير بس حلو ناخذكم من هون أحسن هذا المكان صغير بس حلو يعني مطلوب أحيانا الأماكن الصغيرة بتكفي وبتوفي. متصور بسلامتك يا رب سلامتك ودير بالك على بجامتك. أحيانا الأماكن الكبيرة بطل الإنسان يكون مرغوب فيها زي الكلام الكثير يعني أمرات إذا أنت بتبعت رسالة طويلة ما حدا بيقرأها ابعت سطر بيجيك الجواب فأحيانا اختصر. أنا لاحظت هاي الشغلة يعني ابعت لي 10 فيديوهات يمكن ما أحضر ولا فيديو ابعت لي فيديو واحد بحضره. هدول اللي بيبعتوا جماعة الواتساب اللي بيبعتوا لك باليوم 10 فيديوهات أنا بالنسبة لي بحضرهمش. إذا أنت من جماعة الواتساب اللي بتبعتوا 10 فيديوهات جيب اللي بيبعت لي فيديو واحد ممكن أحضره. فهذا نفس القصة يا إخوان الكرام. في ناس على الواتساب كل يوم ببعث لك 10 فيديوهات وبعث لك مقال حتى لو كان مفيد كتير يمكن ما تحضره ولا تشوفه. فحاول اختصر قد ما بتختصر لأنه احنا في زمن السرعة. حتى الفيديوهات الطويلة اللي عندي عليها مشاهدات قليلة بس أنا مرات بضطر أني أنا أنزل الفيديو لعشر دقائق عشان تكتمل الرواية. وبعرف انه مو كل الناس رح تحضره بس اللي مهتم يشوف المكان مهتم بالموضوع رح يحضره. فهذا بكون فيديو للمهتمين مو لكل الناس. يعني في فيديو انا بكون موجهه للناس المهتمة يعني المهتم بالتسوق مهتم بقضية الاطفال مهتم بقضية القرآن مهتم بالعمل بأحرص اني انزل الفيديو كامل. لكن في فيديوهات القصيرة هاي من دقيقة ونص دقيقة عليها مشاهدات كتيرة لأنه بقول لك الواحد نص دقيقة بحضر 10 فيديوهات أو يعني 10 فيديوهات نص دقيقة. لكن لما يكون الفيديو 10 دقائق بقول لك إيه شو بدي حضرني إياه هذا أنا بكون مخلص التيك توك بالعشر دقائق. يلا نرجع لكم من المظاهرة أوكي انتظرونا بالمظاهرة سلام. هنسكر البث وين راح هذا طال يسكر عارف وين راحت
Thank you.